اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. البنات، اليوم جيت لكم بواحد الفيديو جديد، يعني عادي نديروا واحد التحليه بشكل تيراميسو، ولكن ما عاديش نديروها بالبيض، ما عاديش نديرها بالبيض، عادي نديرها غير بالماسكاربوني و لا بانا دا مونتار، يعني غير بالبانا والماسكاربوني والبيسكوت ديال ساويارتي اللي كتعرفوا ديال لا تيراميسو. المهم البنات، دابا غادي نجيو نشوفوا كيفاش غادي نبداو الطريقه ديال هاد التيراميسو. نقولوا تيراميسو ولكن هي ماشي تيراميسو، تيراميسو يعني كومبليتا كما كنقولوا، يعني بالبيض، يعني لا روسيت اوريجينال، يعني لا روسيت الحقيقيه ديال التيراميسو. انا بدلت شويه، علاش؟ لانه ما عاديش نستعمل فيها البيض، غادي نديرها بلا بيض، الماسكاربوني والبانا والبيسكوت اللي كيكون عندنا ديال التيراميسو. المهم احنا غادي نشوفوا دابا لا روسيت من الاول. هنا البنات عندي انا هاد الكاسرونه، عندي القهوه اللي غادي ندير فيها هذاك البيسكوي، وغادي نحتاج السكر، عندي البانا دا مونتاري ديجا سكري ديجا حلوه، الماسكاربوني والباتو. باش غادي نخدم، اول حاجه غادي نديرو هاد الماسكاربوني كما شفتوا، غادي ندير الماسكاربوني ديالي، درت غير 200 غرام لان هذه فيها 250 غرام. غادي نضيف لها جوج معالق ديال السكر، دائما كيبقى على حسب يعني اللي ما كياكلش ما كيديرش يعني الحلاوه ينقص الحلاوه. انا درت معلقه ونص لان ديجا هاد لابانا ديجا راها سكري، ديجا راها حلوه. هنا بالنسبه لهاد الماسكاربوني غادي نضيف واحد جوج معلقات ديال القهوه، هادي قهوه بوحدها، غادي نخلي هذيك القهوه باش غادي نغطس فيها داك البيسكوت، وهاد الكافي هادي غادي نضيف ليها واحد جوج معلقات صغيورين ديال الحليب. هنا غادي ندير جوج معلقات ديال الحليب، هادو جوج معلقات ما عامرينش يعني هكا، وعاد نضيفو لهاد الماسكاربوني. دابا عادي نطلع نضرب هاد الماسكاربوني ديالي. صافي لا كريم ديالنا ساليناها، هادي ديال الماسكاربوني كما كتشوفوا، عادي نخليوها جانبا، وعادي نحضروا دابا البانا ديالتنا. حنا البنات كما شفتوا دابا عادي ندير هاد البانا، درت تقريبا غير واحد، بقى لي واحد شويه، 500 مليلتر، 500 مليلتر يعني نص لتر، نص لتر. هنا البنات غادي نبدا نضرب هاد البانا ديالي، نطلع هاد البانا، البانا ديالتنا هي هادي كما كتشوفوا. دابا غادي نضيف هاد الخليط ديال الماسكاربوني على البانا، صافي. هنايا غادي نبدا نخلط هاد الماسكاربوني مع هاد لاموس ديال البانا، هي شويه بشويه. هنا البنات من كتوجدنا لاكريمينا ديالتنا والبيسكوت عندنا هنايا موجود، غادي ناخذ واحد الكميه ديال هاد لاكريم، وغادي نديروها في هاد الطبق اللي غادي نحطو فيه هاد لا تيراميسو ديالتنا او هاد التحليه هادي اللي دايرين. بيسكوت غادي نبدا نفسكو في القهوة غير شوية شوية، ونحط منفسكوش بزاف بزاف باش ما يهبط ليناش،
يعني باش ما يشربش وعادي يعني يخسر يطيح، هذا يطيح لينا. راه ديجا هاد البيسكوت يعني ديجا عارفينو ديال التيراميسو هشيش بزاف، غير جوج دويزات منا ومنا صافي ونحط في الطبق تاعي. هنا العرض ديال هاد المول جانب نيشان على الطول ديال البيسكوت. بالنسبه للجوانب الا بقى لكم واحد لاسباس اللي ما كفالكمش كتشدوا واحد البيسكوت وتقسموها بالطول هكا، وكيجي لكم على هاد الشكل هذا اللي وجدتو ديجا كانت هكا وقسمتها بالموس على الطول صافي، وكتجيني هكا باش نكمل هذاك الفراغ اللي عندي هنايا. دابا غادي ندير هاد لاكريمينا كذلك، وكنكمل البقية ديال البيسكوت ديالي. كنديروها خف لانه البيسكوت ديجا كيشد دغيا دغيا كيهبط. شوفوا راه الا قصتو دابا الاولى الا قصتها راه صافي كتفرتت لا كريم ديالنا ديال هاد لاموس لان كيبان السطح شويه. دونك هكا بنات ونزينوها بالكاكاو صافي، وندخلوها للفريكو ديالنا. كاكاو امارو اللي بغا، انا ما كيعجبنيش كاكاو امارو ما عنديش معاه، كندير غير هاد الكاكاو الحلو. كنزينو هكا كيما شفتي، ندخلها للفريكو. شوف يعني البارح درنا لا روسيتي ديالنا ما كملناهاش ديال التيراميسو، ملي درتها في الثلاجه يعني مع خليتها درتها شويه معطله في البارح في العشيه، وفي الصباح يعني ها نتوما كما عادي تشوفوا راني ديجا كليت منها. شوفوا كتجي واعره وزوينه وسهله وبلا بيض، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في البيض انا نقصت من البيض لأن ما درتهاش نهائيا بالبيض. داكشي المقادير اللي شفتو البارح كيفاش درت لها غير بالماسكاربوني والسكر عاوتاني لابانا كتمونطيها صافي وكتخلطي كلشي، وديك الماسكاربوني ضفنا له واحد القطيرات ديال القهوه ومع شويه ديال الحليب وخلطنا صافي وضفنا كما شفتوا الطريقه هي هذيك. وهانتوما والبيسكوت، بيسكوت سافوياردي كما كتعرفوا هو اللي كيجي زوين بها، وممكن اي واحد الى عشق شي بيسكوت كيعجبو بغيتو ديرو به بحال مثلا هاد لا تيراميسو تقدروا ديروه. انسان عنده اختيار يطيب داكشي اللي بغا ويخترع في الطبخ ديالو ويجبد منا ويجبد منا. ومهم شي مرات كتقولي واحد الوصفه راه الا خرجت على المقادير ديالها ولا هذا راه تقدر تخسر ولا نقدر هذا. بالعكس كل ما نقصتي كل ما ضفتي كل كتبدلي الاذواق وكتبدلي حتى يعني هاد النكهات ديال الماكلات ديال الواحد كيدير داكشي اللي كتجيه بالهواء ديالو يعني داكشي اللي كيعجبو. المهم كما شفتوا راه صدقات زوونه. ها انتم راه هي هكا راني كليت منها ديجا، ودابا عادي نقطع لكم واحد المورسو وعادي نشوفو مجموعين. غادي ندير هنا هانتوما البنات طلعتكم معايا درت فيها جوج طبقات ديال البيسكوت، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، وهذه ديك لاموس اللي درنا الاولى
بعت لا كريم وهداك الشيء، ومن بعد البيسكوت، ومن بعد لا كريم والكاكاو من الفوق. كتجي زوينه، المهم جربوها انتم البنات كما كتشوفوا كتجي رائعه بصحتكم وراحتكم. هذه نذوقها معكم. هيدا شو كيفاش كتجي، زوينة زوينة زوينة. مهم هادي راه ما بينش فيها شي، يعني تقولوا شي ديفو، ما كاينش البيض داك باش تطلع البلون نيج، راه عادي تخصها ولا ما، هذا ما خاصتها حتى شي حاجه. مذاق زوين بالنسبه للقهوه، ديك شويه القهوه اللي درت في الماسكاربوني بوي، حتى هذاك الكاكاو اللي كديروه من الفوق هو اللي كيعطي هذيك واحد المذاق زويون. ومع البيسكوت، البيسكوت ديال سافوياردي فاش كتاكلوه هو هشيش وغير كديروه كيدوب، يعني كتجي كتقول بحال ما دايرهش فيها البيسكوت. ينفوا تبغيو في حاله ما اذا بغيتو ديرو شي بيسكوت اخر، خصكم تشوفوا شي بيسكوت اللي ناس، ما يكونش شي بيسكوت قاسح، لان ما عاديش غير كتفزقي البيسكوت وتحطيه. الا كان شي بيسكوت كيني بس اولا كيشرب ويقسح، يعني خصكم ديروا البيسكوت اللي كيكون رطيطب وهشيش، يعني بحال هذا ديال سافوياردي هو خاص بالتيراميسو. مهم البنات نتمنى انني فتكم بهاد الحلوه هذه، بهاد التحليه هذه، ونتمنى انكم تجربوها، راه زوينه كما شفتوا كما قلت لكم، راه زوينه وسهله هانتوما، يعني مازال عادي ناكل فيها انا. ونتمنى انها تعجبكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. نتمنى لكم نهار مبروك ومع السلامة، وسمحوا لي على انني كليت قدامكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامة.